معايا بقى دلوقتي مؤلف المسلسل الكاتب محمد صلاح العزب. يا استاذ يا محمد يا صلاح يا عزب، حرام عليك اللي بتعمله فينا ده. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك يا استاذ محمد، ببارك لك الاول على هذا النجاح اللي من اول حلقتين، وده صعب انه يحصل في مسلسل. الله يبارك فيك، وده فضل من ربنا عز وجل مجهودنا. ازاي استوحيت الفكره في دماغك من القصه الحقيقيه، وليه اخترت القصه دي، وايه اوجه التشابه او الاختلاف؟ هي قصه سفاح الجيزه من بدايه نشرها في الجرايد، وان هي عملت ضجه اعلاميه كبيره وقت ما بدا يذاع عنها، وانا كنت متابع الموضوع بشكل متلقي، لان انا ما كانش في دماغي وقتها ان انا اعمله مسلسل، لحد ما الاحداث بدات تتفاقم والجرائم بدات تكتشف، وشخصيته اصلا نفسها شخصيه مثيره جدا، واحنا ما عندناش المصري بالشكل ده من الجرائم، احنا ما عندناش القاتل المتسلسل اللي بيقعد بالسنين يقتل وعنده التخطيط ده كله، بالاضافه لانه بينتحل شخصيات ناس متعددين، فهو شخص يعني عبقري جدا في الجريمه. قصه تشويقيه. ده مش سامع ايه؟ بقول قصة تشويقية يعني. بالظبط، هو قصته من البداية مسلمة نفسها لان هي دراما، فكان محتاج ان انا اشتغل عليه بشكل استقصائي شوية، بقى ابدأ اقعد مع دكاترة نفسيين ومع محامين واشوف تحريات المباحث عنه وتحقيقات النيابة وازاي الشخص ده عامل كده. هو كان مراوغ حتى في تحقيقات النيابة نفسها، يعني في شرحه للجرائم اللي بيعملها والتفاصيل القتل، هو ما عندوش صيغه واحده، يعني هو احيانا يقول انا قتلت حد بالسم، بعد كده يرجع تاني يقول انا قتلته بالخنق وهكذا، فهو مراوغ طول الوقت. يعني ما عندوش طريقه واحده في القتل. بالظبط. طيب عايز اسالك سؤال، انتوا خلصتوا الثمان حلقات ولا لسه؟ الثمان حلقات خلصانين من بدري. خالص المسلسل يعني. من قبل ما يدخلوا. طيب ايه اللي خليته مختلف عن الحقيقه في المسلسل بدون ما تحرق المسلسل؟ يعني ايه اللي بعدت عنه وايه اللي قربت منه؟ لا طبعا مش هحرق المسلسل، بس انا زي ما استاذ هادي الباجوري قال في البدايه، احنا مش واخدين قصه شخص بعينه ولا قصه ضحايا بعينه، احنا في النهايه بعد ما عملنا الشكل الاستقصائي ده كله خدنا الخطوط العريضه سواء للشخص ده او لغيره او لغيره وللضحايا دول او لغيرهم، يعني في الاخر احنا بقى عندنا حاجات حقيقيه اتحطت بقى كلها على جنب، وبدأنا نكتب بعمل درامي بشكل خاص. مستوحى من قصة حقيقية. مستوحى بس من قصة حقيقية، يعني احنا عندنا استناد لبعض الوقائع الحقيقية اللي الناس عارفاها، ولكن التدخل الدرامي كان كامل في كل التقارير. طيب سؤال، عايز اعرف انت يعني هل تعمقت في سيكولوجية السفاح اللي هو اي سفاح في الدنيا، سيكولوجيته ايه وبيعمل كده، بيبقى عيان، بيبقى هو ده انت يعني شخصيه انتقاميه، يعني انت تعمقت في ده ولا ما حاولتش انك تبحث؟ مش بس تعمقت، هو انا رجعت عدد من الاخصائيين النفسيين وحللوا معايا كل جزئيه في شخصيه السفاح، يعني نشأته، علاقته بامه، اللي هو السفاح الحقيقي، طقوسه وهو بيعمل الجريمه سواء الحقيقي او الدرامي او الشخصيه الدراميه اللي معاه. انا عايز اعرف بقى والساده المشاهدين، يعني بما انك انت يعني بدل ما انا اعمل ده دلوقتي انت بقى يعني ساعدني، قول لي طلعت بايه من الاطباء والتحليل النفسي لسيكولوجيه السفاح؟ هو اللي انا وصلت له في النهايه ان الشخص ده كانت طفولته مش طبيعيه على الاطلاق. واحنا كلنا طفولتنا هي اللي بتاثر فينا الباقي حياتنا. هو طفولته مع امه ما كانتش طفوله طبيعيه اطلاقا، وده اللي ادى بيه ان هو طول الوقت بينتحل شخصيات متعدده، ما بيعيش بشخصيته الحقيقيه. لما هو طول الوقت كمان يعني كان طول الوقت عندي سؤال، لان هو بيقتل ناس وما بيقتلش ناس، ففي ناس انا كنت شايف بالشكل المبدئي للقضيه لو كمتلقي ان هو ليه ما قتلش الشخص ده، الشخص ده المفروض يتقتل، وفي شخص تاني هو ما قتلوش مع انه كان لازم يموت بالنسبه للنمط اللي احنا شايفين ان هو بيقتل عليه. فاللي وصلت له في النهايه ان الشخص ده بيقتل الانسان اللي بيوصل لان هو وحش. يعني انا هعيش مع هو هيعيش معايا طول الوقت وانا شايفه، اقول له انت كويس وجميل وانت بتاع ربنا وبتحب الخير. اول ما اكتشفه على حقيقته واعرف ان هو شخص سيء، هو بيتخلص من الشخص ده تماما، هو عايز يعيش كشخص نقي طول الوقت والناس كلها بتمدح فيه،
ما حدش يحس ان هو وحش، ينصب على الناس ويعمل كل حاجه. اللي يكشف حقيقته او يغلط فيه هو ده اللي بيبقى بلاك ليستد عنده بقى. انت ازاي شفتني على حقيقتي؟ انت كده عرفتني، فانا ما اقدرش اسيبك عايش وانت عارف ان انا بس في ناس بتقوم بذبح من السفاحين شخصيات هم ما يعرفوهاش اصلا، ولا ده ما بيحصلش؟ لا هو ده موجود طبعا وبيحصل في العالم كله، بس انا بتكلم على نمط الشخصيه اللي احنا اشتغلنا عليها في المحل. النوعيه اللي انت حضرتك بتناولتها يعني. هو الشخص اللي عندي عنده نمط معين في القتل، هو بيحصل بالطريقه دي، ان هو لازم يكون نصب على الشخص او عاشره او عاش معاه او كده، فاول ما بيحس الشخص التاني بيكشفه على حياته فهو ما بيستحملش ان حد يشوفه مش كويس. بس عامل كده. بس يا استاذ محمد انت عامل يعني ملخبط المشاهد، لانك مخلي المشاهد دلوقتي في الحلقتين اللي فاتوا يبقى ضده ومعاه، وخليته انه يبقى ضده متعاطف معاه، لانه عنده جوانب من شخصيته صالحه، اللي هو بيساعد الناس وراح جاب الدواء للراجل اللي مش لاقيه، مش عارف بيعطف على مين، بيعمل ايه. فايه غرضك انك تخلينا نتعاطف مع السفاح؟ لا هو مش، ولا ده جانب من شخصيته حقيقي يعني؟ هو ده جانب حقيقي يعني كنقطه مبدئيه، هو ده جانب حقيقي تماما. هو شخص كان خير جدا، والناس كلها لما يعني الناس كلها لما اتقبض عليه من كتر ما هو خير وجميل مع الناس كلها، اهالي المنطقه اللي هو عايش فيها كانوا متخيلين ان في حد ملفق له القضيه، يعني قالوا ان الراجل ده مستحيل يعمل اي جريمه من دول. الناس مش مصدقه. في واحده ست قالت في وسط الانترفيوهات اللي كانت مع اهل المنطقه، الراجل ده ايه في مصحف يا جماعه، ما ينفعش يعمل ايه في مصحف. يا على الجمله الناس ليه. ده حقيقي ولا في المسلسل؟ لا ده في الحقيقه. في الحقيقه. في الحقيقه الست قالت ده راجل ايه في مصحف ومستحيل يعمل حاجه. ما هم دول. بس انت خليت احمد فهمي برضو كده، ما هو ده طبيعي شكله يعني ايه في مصحف. يعني ولله المثل الاعلى طبعا. بالظبط بالظبط. انا اللي عايز اقوله في المسلسل ان احنا ما نتخدعش يعني احنا في كام واحد حوالينا احنا شايفينه بالشكل ده قريب مننا جدا، لان هو الراجل ده قتل اقرب الناس ليه، قتل مراتاته، قتل صاحبه، قتل. هو في الاخر احنا كام حد حوالينا بالشكل ده واحنا مش عارفين، لان احنا مش هنعرف غير في لحظه ما. حضرتك تابعت انه سفاح الجيزه اي اخبار عنه؟ لانه انا هطلعك على خبر، هو لسه ما حكمش عليه لحد دلوقتي. انا عايش معاه عيشه كامله، فانا عارف كل حاجه. حافظ قصته جامله. المعلومه اللي عندي ان هو عليه صادر حكم نهائي 4 أحكام بالاعدام. يعني صادر عليه احكام نهائيه بالاعدام. هو حاول المحامي بتاعه يطلعه من النهر، ان هو يكون ان هو مختل عقليا وتحول مستشفى الامراض العقليه واتحجز فيها فتره، وبعد كده مستشفى الامراض العقليه قالت ان هو مش سليم عقليا عقلي ولا اي حاجه، فالحكم النهائي اتاكد عليه لكن هو لسه ما تنفذش. وحضرتك ما التقتش باي حد من افراد اسرته؟ لا هو ده كان طول الوقت لازم ما يحصلش، لان زي ما انا قلت انا ما بعملش عشان الدراما بتاعتك ما تتاثرش بيهم. لا وكمان حاجه تانية، انا مش بعمل عمل تسجيلي عن شخص ولا توصيف شخص، انا بعمل دراما. انا مش هقابل حد من قرايب شخص معين، لان في الاخر انا السفاح بتاعي مش الشخص ده، انا السفاح بتاعي في المسلسل شخص خيالي تماما مستقى منه حاجات من بعض الاشخاص سواء السفاح ده او غيره. انا بحييك يا استاذ محمد وبرفع لك القبعه ايضا، واكيد في يعني مفاجات زي ما قال الاستاذ هادي الباجوري انه من الحلقه الثالثه والرابعه الدنيا هتفرق كتير وهتفرقع زي ما بيقولوا. لحد الاخر ان شاء الله. لحد ان شاء الله، وكل التوفيق ليكم والف مبروك. خليك، انا متشكر لحضرتك جدا. شكرا شكرا للكاتب محمد صلاح العزب.